حضراتكم بتؤيدوا حضور الطلاب للمدارس ولا بتفضلوا التعليم في المنزل؟ ده السؤال اللي هننزل النهارده مع حضراتكم نسأله للناس، وتعالوا نشوف الناس هتقول ايه في التقرير ده، خليكم معانا. التعليم لازم يكون في المدارس طبعا، عشان بس احنا الطلاب المصريه شويه بتكسل يعني، وبرده التعليم مهم يعني، بس المشكله برده في حوار الكورونا وكده، ولازم صحتنا يعني اكيد يعني، برده مش هينفع ننزل وبتاع. دراسه في البيت، في البيت، او يمتحنوا مثلا زي ما امتحنوا الترم الاولاني او السنه اللي فاتت. طبعا هو المدرس افضل طبعا، لان مباشر بينه وبين المعلم، لكن في البيت هيتعلم ازاي الطالب. افضل ان هم يبقوا قاعدين في البيت طبعا، بس احنا زعلانين طبعا على فلوس مدارس الخاصه اللي خدوها، دافعين 12,000 مصاريف وقعدوا في البيت وما رضوش يخصموا من مصروفات المدارس الخاصه. طب الوزير المفروض يشوف حل في الموضوع ده دلوقتي. طيب هو ده بس اللي مزعلنا يعني، دفعنا المصروفات والباص وفي الاخر لا راح مدرسه ولا استفاد اي حاجه من المدرسه، وانا اللي بذاكر له في البيت. يقعدوا في البيت احسن، عشان الكورونا والكورونا دي جايه للاطفال يعني، تضر الاطفال اكتر. لا يبقى في البيت، ما ينزلوش المدارس، لان الايام اللي جايه الكورونا ما حدش ضامنها، والمستشفيات برده مش هتسع كل ده، فيستحسن يبقى في البيت ومش هتضيع الدنيا يعني. والله انا ارجح انها تكون في المنازل، في المنازل بسبب التجمعات لغايه ما تعدي موضوع جائحه كورونا، نبتدي بعد كده بقى يبقى يحضر الطلاب بانتظام. لا طبعا مش مدارس بس، مدارس وكليات كله يكون في البيت طبعا، احنا في ظروف صعبه والبلد في ظروف صعبه. هو بالنسبه لي الفتره ديت التعليم من المنازل افضل بكتير، الموضوع الكوفيد دلوقتي منتشر في العالم بطريقه بشعه، فدوت هيقلل من نسبه الاختلاط والطلاب يبقى مختلطين ببعض اكتر، فبالنسبة لي يبقى من المدارس واونلاين. دلوقتي التعليم الاونلاين بقى اثر في كتير. انا مش لاقي اي مبرر ان الطالب يقعد في البيت، يعني عايزه الطالب ينزل ان شاء الله حتى ايام معدوده. ليه بقى؟ عشان يبقى في تفاعل بين الطالب وبين المدرسه. الطلبه في البيت هيبقوا بعيد عن اي تجمعات، التجمعات دي هتؤدي الى عدم التزام الطلبه بالاجراءات الاحترازيه، مما يؤدي الى احتمال اصابه الطالب. لو طالب اصاب ممكن المدرسه كلها تصاب. لا هو الاوقع طبعا ان الطلبه تروح المدارس، احنا مش شايفين كده، واديك شايف الشارع الناس ماشيه ازاي، فما فيش اي قلق في اليومين دول يعني. لازم نروح المدارس يتعلموا طبعا، النت يعتبر الطالب ممكن مهما يسمع مش هيحفظ حاجه ولا هيكتب ورا مدرس ولا يعمل اي حاجه، لكن حضور المدارس بالاحترازات بتاعتها. مصطفى شيمي على مسؤولية